سلام. تخيل ما عزيزي المشاهد انك اول ما تبدا بثك يجيك واحد يقولك احمد اذا بثيت اليوم 24 ساعة لك مني 1500 دولار، بعدين يجيك واحد ثاني يقول احمد بث 24 ساعة ولك مني 1000 دولار، ويجيك واحد ثالث ويقول احمد بث 24 ساعة لك 500 دولار، والرابع 500 والخامس 200 والسادس 100، لين ما وصل 4550 دولار. اي نعم عزيزي المشاهد، هذا اللي صار معي في البث قبل تقريبا 5 ايام. جلسوا المتابعين يتحدون اني اصمل يوم كامل معاهم، ما اتركهم، ما انام، ما ابعد عن الشاشة، وبديت اوصل لمرحلة الجنون. بخليكم تشوفون المقطع، مقطع اليوم طويل وانا معاكم فيه من البداية للنهاية، ما راح اوقف هنا، بجيكم بعد شوي اكثر من مرة. ها تصبروا، بترككم الان مع المجريات من البداية الى النهاية، ولكن ابى اختصر الاشياء الطويله وببدا على طول بالفصلات وباللبعات. شكرا لكم على دعمكم في المقاطع الاخيره، لا تنسى اللايك والاشتراك، الله يسعدكم على دعمكم، مع السلامه. ما خلقنا ندري ان القاسله باري، عسى الفكره ذي يلا حياها وبين. مرحبا مليون. زي اي بث يصير يا جماعة الخير، نلعب في البداية جيم عادية ونغير جو ونسولف مع الشات ونطقطق، لكن المرة هذه بديناها بتحدي صعب على طول. لكن قبل ندخل بالتحدي انا اسف، ناخذ فاصل اعلاني، فاصل اعلاني حبايب قلبي. حياكم الله من جديد، اذا تبي تدخل على المقطع على طول قدم دقيقة قدام، اذا تبي تسمع المعلومات المفيدة اللذيذة اللي عندي حياك الله، مو معلومات بكثر ما هو اعلان، لكن اجلس بتكلم معك دقيقة. اسمع، في ناس يا جماعة تبي تطور من نفسها لكن ما هي عارفة كيف، في ناس عندها اجهزة قوية لكن ظالمة نفسها. ظلمة نفسها بايش يا احمد؟ انا اعلم. شاشات الجيمنج، شاشات الجيمنج ايش يا احمد؟ شاشات الجيمنج مهمة يا جماعة، لان اغلب العالم تجيك اجهزتهم قوية وعندهم امكانيات انهم يكونوا محترفين لكن ظالمين نفسهم بالشاشة. فلذلك يا عزيزي المشاهد، اليوم انا جايب لكم شاشة M27 جيمنج مونيتر، مساحتها 27 انش، وغير كذا انها تدعم بسرعة استجابة 1 ملي سكند، يعني كذا. الشاشة تدعم خاصية الاي بي اس اللي هي الدقة والوضوح في الالوان والتحكم في السطوع، بتفيد اللاعبين والمصممين وناس كثار. فلذلك تقدر تطلب الشاشة اللي انا حاط لكم رابطها في الوصف اذا انت مهتم، قيمتها 990 ريال، عندهم الدفع عند الاستلام، تشوف البضاعة السلام عليكم، هذا الشاشة حقتي جيبها، يلا خذ فلوس، والسلام عليكم. هذا اللي كان عندي، اترككم مع المقطع، ما ابي اطول اكثر من كذا، الرابط تحت، شكرا لكم. وترى ببثركم كل شوي، بطلع لكم في المقطع 24 ساعة صاحي. أحمد خلاص انهي يا أخي، والله إني بثر. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الآن ستبدأ الساعة تحسب يا جماعة. بدينا ترى من الساعة 8، لأن اللي في البداية كله لخصته لكم، 8 ساعات شلتها عشان المقطع ما يطلع طويل. بتبدا الفصلة من الآن، بتبدا الكلام الغير معلوم يطلع حبة حبة، استروا على مواجهتهم والليلة طويلة، مشاهدة ممتعة، واترككم مع الفصلة مع أبو خالد. شوفوا، خلينا نقيسها، لو قلنا بلعب كود، بلعب كود، ناصر بيقوم العين وبتكي معاي ناصر موافق، ابو فايز بيقوم الصباح، ناصر وسعد يجون يكملون معاي تي الصباح. الله يا عزام الوضع صمله يا مال الشحن، يجي الحين ناصر يضبطك بشاي ابو مشبب. كيف اكلم ابو خالد؟ النهار ايوه خلي شوف الجوال، ما شاء الله شوفوا بدون تحدي، ما شاء الله تبارك الله. لازم اضبط علاقه معاه، جيت 500 الحين. ابو خالد ارحب، خالد مبروك ما شاء الله، الله يرزقك ما شاء الله، 500 ما شاء الله، 500 دولار، الله يرزقك، الله يرزقك يا رب العباد، ما شاء الله تبارك الله، جعل ربي يضعفها عليك وتصير لك. ابو خالد اسمعني يا ولد، اسمعني ما شاء الله تبارك الله. اسمع يعني انت وجه خير يعني، اسمعني يا ابو خالد، والله تكفى، اسمع الصوت تكفى يا ولد، اسمع انا محتزم والله فيك، تكفى ابشرب يا رفيقي. ها يا ولد، انا جايني تحدي، اذا كملت 24 ساعه لي 3000 دولار. الحين انا كملت 8 ساعات ونص، حلو، باقي لي 13 ساعه ونص. ايوه اصملها ولا انسحب من التحدي؟ تعال كسر عليك، كسر عليك ابو جايه، تعال كسر عليك، كسر عليك، معك سباي، معك سباي الحاله يا اخي، اصبر. حلو ابو خالد، روق روق، في واحد يشارك بنايه، هاي جراوند معاه، ارجع ورا. طيب اسمع، بتعزز معاي بعدين نروح كود، يا اخي ارحب علي، الحرام اني لا احبه، اوقف والله لا احبه، والله لا احبه، والله انت نزل الجوال، نزل الجوال.
والله اني حبيته. درب خشمك ها والله يا ابن الدوبي يا ابن الدوبي والله انت تعطيني راسك والله والله انت تعطيني راسك والله والله انت تعطيني راسك والله والله انت تعطيني راسك يا بعد قلبي الله يحفظك الله يحفظك حب ها ها الله يحفظ الله يحفظ تعال دس تعال دس سلام والمنع على رؤوس الهدي والعين ترمش سلام عليكم انا يوم ميلادي متى يعني انا دخلت يوم ثاني تمام والله لا انت ولا سباي ولا ابن امه يزعلني اليوم فلذلك خلي الروح طيب نلعب فيه انا حطيت شيء بالشاهي ما ادري وش ذا ابو خالد شفت التلقيمه يا ولد الشاهي بدل ما احط تلقيمه حطيت فيه بودره وصار مو حطيت فيه هذاك القمح يا اخي هذا قصدك البودرة السوداء ايوه اللي شل الاسود هذا شله خلاص يا اخي هلا شباب صديقكم احمد رجع ما عليكم ماني مطول المره هذه حبيت اقول لكم ان الان مع ابو خالد قررنا نحاول نصمل مع بعض ابو خالد تعرفونه بس كلام عموما بتشوفون اشياء غريبه في هذه الفتره وبالذات وانا مغير عدداتي ملحوظه عدداتي تغيرت بتشوفونها قدامكم لكن ما ثبت عليها فاعذروني على الايم والضايع والحياه الضايعه يلا شباب مع السلامه تعال احول الحين في الجيم اسرع واحد يحول عدد في العالم بسم الله غيرت غيرتي والله والله ما ادري يا يا تخيل جبته هذه اثار السهرة بدت تطلع وين 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 اللي عندك وين بطاقه انا اللي بطاقه ها وايت بس يس الله يقطع لين معك لين الله يقطع لين والله تلوموني ايه مخرباني وغيرت ذاتي يا شباب وش حطيت ريجنسي لينير حطيت فتال وش هاي يا جو 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 والله مو جدار شوف 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 لا لا شوف قاعد شوف شوف العلم من عدادات السلح شوف شوف مغاد عيونك يا اخي شريف يا اخي يا اخي قوي يا اخي ناس لا تبعي حمل كاتم هذا اللي شارك يا اخي بدون لقطه سنايبر يا اخي الماست حقك فل الى الان ما زال فل والله فل اقسم بجلاله الاعدادات اني ماني قادر اسوي فيها ادت والله لا تقلقني تستعجل بالادت لين تعود وانت بخير حبيبي يلا ابو شايع وراك ابو شايع وراك ثيرد بارتي ها؟ نوب 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 ينحشون ينحشون قلت لي يا غبي صعب والله يا جماعه الماست حقك فل يا ايه ايوه كسر طلع انت ايوه تفهم ايوه ايوه يا عيال السلاح ذا لازم العب فيه والله شكلي بسوي له بث كامل ذا السلاح وش هو هذا يا ناس انا ادرفت بالايم يا جماعه الماست حقك يا الله حق اربع فايتات شف 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 سمك 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 شف انا 70 يا عمري يا ابو شايع يا اخي يا ابو شايع يا اخي شف 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 على طول شف شف الزون 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 شف شف تفهم ارضع ارد بارتي ارد بارتي ارضع ارضع الله يسعد امك ايوه ايوه
يا مين بالله انك تفهم. ارضع ارضع يا ابو شايع. ايوه الماس حقك فل، ما زال فل، ما زال فل يا ناس. لعن أميمك، لعن أميمة. هذا كمبيوتر ولا إيش؟ لعن أميمة. وش ذا يا بوي يا بوي؟ لعن أميمك يا شيخ. ماني معشك يا رب العباد. العدات مرة صعبة يا عيال. علل الزول مشى، الزول مشى يا اخي. ما عليك الزول يا اخي. شقو يا ابوي بلا عدادات صعبة. ركز بالجيم يا اخي. ايش فيك؟ لا ما عليك اترك الاعدادات. طعم الكلاوت يا ابو خالد مقواه. ما عليك من الادت يا اخي. خليه يفيل، خليه يفيل، لا تخليني سب، خليه يفيل. العب لعبك. ابشر ابشر ذا بلعب فيه وربي اسوي فيه لقطات. هذه العدادات بعد والله انها من الاعدادات واللفة حقتها. شوفون تاكي. لا 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 معك من؟ لا 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 بس لازم تتعود، لازم تتعود. هذه السالفة تعود. إرسال من السماء. يلعن 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 المس يلعن امها يا ويل امها صدق خالد. يا ويل امها صدق ابو خالد. يا ويل امها صدق. يا ويل امها صدق. شكلها اكس ابو خالد. اي مشرف، اي مشرف عندي بيضحك اقسم بالله بلوك. بعد ما خلصنا يا جماعه لعب فورتنايت وتريو وخلصنا كل شيء، وصلت المرحله اللي بدت تطلع علي اعراض التعب. كل مالي ابدا اخف وابدا اجيب العيد وابدا اسوي اشياء غريبه، لكن باقي صامل. اسمع شايع. ايوه تدرس. اخلص اسمع. انا انسان ما تبث يا شب، يعني شربي يا شربي شربي. A few moments later. في خيارات ثانيه. انا ما عرفت تقدر اوزع نصبعي. لان كود. ايوه كود. افتح الجوين، افتح الجوين يا ابو شايع، افتح الجوين سريع. اسمع ليش دقنك كذا شوي في نحفان من تحت؟ طيب اعطني انفايت. لا اخي اقسم رب يا ابو شايع اعطني انفايت يا اخي. تكفى يا مودي والله ما فيني شده شده. لا طق ابشر ابشر ابشر. اليوم بعطيك اسلحه والله اعطيك اسلحتي. اقسم بالله اني فداك، تدري اني فداك ابو شايع. ابشر بي خلاص روق. لا بعرف. والله هو والله. المهم يا جماعه قضينا بكود وقت طويل حول 4-3 ساعات. حاولت قدر المستطاع اني امسك نفسي اكثر واكثر، لكن وصلت لمرحله اني لازم اخارج فيها عمري لاجيب العيد اكثر. فقررت اني اروح اجيب لي قهوه واستلمها واشرب واتعود ابليس واحاول اغير جو شوي. في ساعه ارسل مشايع. امين ابو شايع ايش فيك؟ هذا القهوه طيبه، هذه القهوه الايمانيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوك صاحي؟ ايوه ايوه ايوه. تعرف ايش السالفة؟ لا. يعني تحدي. ابيك تشوف اول شيء كم لي قاعدة مثرح تويتش. الا ما شاء الله ايش قاعد تسوي؟ ايوه اسمع العلم. انت اقسم رب المصحف انك اعند بني ادم قابلته في حياتي. انت بس حطها في راسك. حطها في راسك اعتبرها جد. زيد هذا نوم. لا تسبر السوق ما فات. اخذت
خدت لا 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 بس بس الحالة ما يكفي إذا أنت مرة دايخ. المهم خلص دور أبو خالد راح ينام بقيت أنا لحالي، لكن جاني زيد. زيد يا جماعة الخير عرف كيف ينشطني، سوالي تحدي بعد ما شافني معصب وضايق صدري، قال لي شوف يا أحمد تحدي من طرفي على $500 فوز بجيم بدون لا تبني بدون ما تسوي إيدت، أنا بدخل معاك أنا أبني لك وأنا أسوي لك إيدت، أنت بس تطلق محاولة واحدة $500 وهنا تنشط شوي. يا أخي لعنة الله على الظالمين، الله يلعن الظالم ظالم فرعون، الله الله ان شاء الله انك الله ينتقم من يا الله. احس مع خشب واجد. ما تقتل انت بس انا. ايوه كذاب والله، انا بس ابني لك انت بس تقتل. اوكي لو كذا مره صعب. يقولون خربوا الام اس صدق. اي مره غيرت لذاتي حاولت اكسبرينشن مو ضربني نسيت. لا 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 32 امشي 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 رجاله امشي خلي رجاله ما اقدر اسوي ايدي تنزل غبي. احمد احمد حسبي الله ونعم الوكيل. احمد 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 والله انت ما لي دخل انا تنقص منك. طيب اسمع اسمع كل $50 زيادة على 500 والله ورب البيت من الحين نبدأ. ها الأربعة ذي ما تنحسب. يا عمري يا أحمد يا عمري يا أحمد خلص على ذا بسرعة قبل يجي خويه. إيه كذا خلص. الله يقطع أم القهر. الله يلعننا نحط حقا في اللعبة دم 22. الله الله يكسر نظارة الشيطان الرجيم. أما نظارة الشيطان عندك في الغرفة؟ صوتنا جامد مرة طيب. هذا ميسي لا تحدانا. احمد احمد بوكس فايت بوكس فايت تعال يا اخي حرام دمك فوق افتح. احمد قفل قفل قفلني 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 يا اخي قفلني اطلع لابس. امسك امسك قلت لك افتح لي افتح لي ها افتح 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 قفل 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 قلت لك افتح افتح. طيب ياب ياب عطا لا ما تسوي لي حركات هذه. قفل قفل عطا 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 مالك مالك بيفتح انت تسبق له. ايوه فكي شلده فكي شلده افتح 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 افتح. يا اخي حرام عليك يا اخي حرام عليك اسكر افتح سكرني. لا 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 افتح لي وايت طلعني طلعني خلعني. يلا 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 تعال افتح لي كسر لي وايت ارجع 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 زيد انا تحت اسفل السفرين. ترى لو ترى لو يا عمري يا احمد يا عمري يا احمد وايت هذا وش تعال خش معي قفل 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 ار بي جي زيد زيد افتح لي اي حاجه افتح لي افتح لي عليه راح يا عمري على نفس الحركه بنت السمكة. افتح لي سعيني افتح لي سعيني افتح لي افتح فوق افتح فوق. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ايوه ايزي هذا ما يلمس الارض احمد هذا ما يصير الارض. زيد انا 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 مسلوب. استري 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 الله يستر عليك استري الله يستر عليك. ايوه زيد قفل علي واسرع انا ما وجهت بسرعه. زيد ارجع زيد ارجع زيد ارجع بنايته بنايته افتح 2 3 124 124 124 زيد 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 وقف قفل 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 هيا 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 وايت مره وايت مره وايت مره وايت ما معي شيء لمشته افتح 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 اخلط قفل 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 سكت سكت تحت 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 مو معمول احمد ما عنده موارد قاعد شل تحت 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 لا 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 سبتك لا روح لك بعدي لطول يا عمري يا عمري يا ساتر يا زيت
وبعد ساعات طويلة من اللعب مع زيد من لعبة فورتنايت قلت بغير شوي، تعبت ما عاد اقدر، خلينا نروح نجرب الميمز شوي. بترجع فوق راسها صح؟ اجا دوب جاو تري يا كوكي هو سانمي. اجا دوب انا اشهد والله يا عبد الله. حاشتنا مداهمة يا جماعة من طرف مودي ابو مودي، اسمه مودي؟ ايه يا حلو اسمي، مودي الاسمر ابو اذن. عجب الله لا يوفق من عاد بيحط فلاتر على وجهي ورب الك. وبعد 15 ساعة احتوت على أنواع وأشكال الألعاب والأشياء المختلفة، وصلت فزعتي اللي مفروض أنها تنقذني وتساعدني في الصملة. هلا والله كيف الحال؟ هلا ناصر. تجنن لي أحمد ما شاء الله تبارك الله، 15 ساعة باقي لك 9 ساعات، يلا الله يعين. يلا أحمد أحمد تكفى صح صح أحمد 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 ما بقى شيء، تكفى تكفى يا أحمد بتفلم آخر. تكفى يا أحمد. شوف ناصر ستريتشنج الحين، هذا بيرقد على الارض يا عيال ما بيسوي ستريتشنج. بسم الله. ايوه ايوه احمد ايوه، شغل لك موسيقى، يلا شغل موسيقى حماسيه لها تكون حماسيه. اها يا احمد اها يا بسوي لك تمرين جديد توي طلعته قبل شوي، هذا شوف يا اي عطى بشوف يمين يسار اها ايوه ارفع نزل اكثر فوق تحت عطى ولد ولد يمديك رياضه رياضه نشاط حيويه صح ايوه ايوه عطى احمد اها اها نشاط حيويه صح نشاط صح رياضه ايوه انبطح يا رجال. لا لا احمد هذا مو تمرين احمد، هرول قم هرول عطني مما ها اعطاك الله. طيب الله احك ما شاء الله عطني. طقيت سايبر ناصر طقيت سايبر. معيشة ورا صدر. رجعوا رجعوا. ما طقيت سايبر. رجعوا اعطيك طيب رجعوا اعطيك. بكت شيلده بكت شيلده اللي تحت. وين 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 وين. رجع احمد. ايش تبغى ايش تبغى. رجع هانتنجي. والله النون والله النون. هانتنجي يا 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 الشرمة هانتنجي. قدام قدام قدام. واحد راح. والله كلهم ون كلهم ون. هانتنجي هانتنجي. يا اخي وخر وخر. واحد هاتجينا رجعني ورا رجعني 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 عشان اعطيك حقات سنايبر ونهيب. صدقت شاحن فل شاحن فل بعطيه مليون. استنى 45 شوف اكس بلود. احمد احمد باقي هنا باقي بالله يا صوت يا عيال. انت الحين فين راح تعيش؟ في المقر في المقر اللي عندك كل وين؟ زيد 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 من الحين ما نصيح يدك وانا كل جروح وانا كل جروح قسم بالله كل جروح كل جروح عندك 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 سارك 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 احمد ما عندي مات صفر احمد لازم زيد زيد تكفى زيد تكفى كيف رقا كيف رقا عد امك يا زيد اللعيب من اللاعبين ام التكتيكال الزق هذا جولد هذا نعال هذا كم كم يدمج التكتيكال بعيد بعيد اللي قبل شوي بعيد ايش بلا الحين في خرطات 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 يا طاط طاط زيد اطلع برا الزون اطلع برا الزون اطلع برا الزون عادي يا خلنا نعال سلم عليك رايح رايح نواف شويه شويه الله يلعن اول قهر يا عيال ما سمعته من زقكم من زقكم يا الزقان ما سمعته
هذا قاعد يكلم مدري مين زق عنده وذا يكلم زق ثاني عنده. ما حد زق على حد. الجبن. الله أكبر عليكم. يقولون هو ها قال لي والله فيهم صح. مخك بدأ يشضرط على خفيف. قسم بالله إني سمعت يقول لي والله فيهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ما شاء الله. ازيكم ميدو؟ والله ميدو اني تعبان يا ميدو وقسم بمويا. احمد احمد زقة ناصر قم 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 ما اخي ما بنام يا اخي ريح بس ودك تريح شوي صح ايوه ريح 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 تعال تعال هناك 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 شباب في هناك 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 ونازل ما يدري وين يروح تبغى تنادي؟ ما أضحك عليك بس طلع أنا اللي يضحك علي لسانه. هذه ما لحقت عليها. بلوت بلوت بهذي أبو فايز بعيد شوي. يا أخي يا أخي يفكونا الله يقطع أم اللعب خلنا. والله بجيك ثاني نعلمكم ما تساعد أبو فايز. أخي والله ما في شيء من ذاك هذا أبداً. في صندوق ملك دقيقة. يا كاب! انا برب نص ساعه وجايكم بالضبط. طريقه الكذب طريقه عمل بسبوسه. اهلا وسهلا فيكم. اليوم حنعمل سمك مشوي. عشان اعمل سمك مشوي انا جبت السمك ونظفته وغسلته من زمن فلفل اخضر. سووا دراسات فوجدوا أن الناس اللي نومهم مضطرب احتمالية أنهم يصابوا بالاكتئاب تزداد 10 أضعاف، احتمالية جلطات القلب تزداد 50%، جلطات الدماغ تزداد 15%. ليه كل ده؟ لأنه الجسم مضطرب ما هو أخذ حقه وراحته من النوم مرحلة ما قبل النوم. أيوه خطة أبو براء يبغى يذبحني. مر من الوقت الكثير جدا يا جماعة الخير وأحمد صديقكم من الآن جالس يحاول يقاوم، جالس يشرب قهوة باردة من الساعة 8 العشاء أمس يشرب فيها وقاعد يطلع مقاطع مال أمها فايدة بالحياة ويضيع وقت قدر المستطاع عشان يصمل، ولكن ما أدري إلى متى بأصمل. أترككم مع اللي صار وشكرا لكم وتنسى اللايك ونكمل المقطع. الصملة لا بارك الله في النوم الصملة. زيا بنسوي في الجسر هذا طيب هذا مهم. هانك يا عيال باقي ثلاث لا باقي ساعتين بس ساعتين آخر نص ساعة ما تنحسب. أيوة آخر نص ساعة وسعة. تعال ينزل لي بوكس فايت اذا انت رجال. يلا انزل انزل شباب هنا ما شاء الله تبارك الله. هل لكم ساعة شباب؟ يلا عرض يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعدوان. يلا شباب يلا شباب شباب يلا الخط الاصفر الخط الاصفر. الله الله يحفظكم ما شاء الله يعني ما خربتوا. الله عليكم ما شاء الله تبارك الله. وقف يلا وقف. ايوه يا سلام يا سلام عليك. يلا بسم الله تبارك الله. اشوف الله من وين لك. الله انت فايز. يلا معنا تعال تفايز انت فايز. مبروك اللي بعده. اشوف ما شاء الله تبارك الله. يلا فايز اللي بعده. اشوف ما شاء الله حلو هذا من وين جبته. طيب يلا اللي بعده شوف. ما شاء الله تبارك الله. خلص 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 الحال. شباب 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 خلاص بطلع محتوى. احسك يا هطف. ناظرني ناظرني
أنا صاحي 28 ساعة. سويت الجديد في اللعبة، شفت ورد الجديد، شمالات الجديد. أمين يحل صاحبنا أمين يحل يلا يا جماعة خلاص سوينا نملة. لا 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 ورب خلاص قعدنا نطقطق هنا ما بقى لك كم ما بقى لك كم كم بقى كم ما بقى لك ساعتين ونص ما بقى شيء ما بقى لك ساعة ولا شيء. كيف شفتك مت؟ طلعت من الجيم انا شفتك مت. ايزي ايزي ستريم سلك ايزي في الجيب ورب الكعبة في الجيب ورب الكعبة في الجيب ابو بونكم ورب السلك اسمه بيبي ستر سلك ايوه هاتوا هاتوا زيدوا زيدوا عددي وزيدوا عدد زيدوا عدد ما كفى قبل شيء ما كفى ورب الكعبة مدرسة ورب الكعبة مدرسة انا قلت بس مستحيل مثلا الارض والله انه في الجيب يا ابو بنك والله انه في الجيب لا والله مو بسيطه هذا ضرب الجزله اوكي هذا واحد اخواني وحبايب قلبي كملت الان 23 ساعة تقريبا من الاقيام واللعبة المباشر العالم من صدمة كيف انا الى الان صامل وما زلت ابث وغير هذا كله اني انا اصلا قايم قبل بثي بست ساعات يعني لو تحسبها تطلع فوق 30 ساعة في النهاية ما بحرق عليكم اترككم تشوفون ايش اللي صار واحتفالات ما قبل التتويج للبث 24 ساعة يا كلب اللوت ريدي يقعد سبكتيت شباب قدروني والله العظيم ما نستدقن وامسح بك الرياض كلها ثم امسك واعقمك الكورونا يا الجرثومة يا قليل ادب ما بقى لنا ساعة لا تخلي الساعة هذه كلها تروح سب وهواش والله هبك شبشب هبك شبشب يا اخي بكف يا اخي حتى البيسي اعرف اني انتصرت اعطى الدوام رجعت الساعة واحدة اكس اكس ترى 17 والله 17 والله 17 والله والله تكفى احمد تفوق عليك تفر يعني انتصرت يا عيال خلاص انتصرت يلعن ام القهر يا سعد الله يلعن ام القهر بالله كم مو لعبك ذا يا احمد يلا لعبي اليوم انا مو وصل هذا لا والله مو لعبك وش يا ناصر بطل البناية تبعاتك ذي اليوم ناصر ناصر انت روش روشني معاك لا تخلي ابغى بجلال الله احمد تسمح لي اصفق لك تكفى صفقني هذا راح يصير one day ها يجي one day هو
ولا يصير ما يصير 24 بالضبط 24 ساعة بالتمام والكمام متواجد معاكم يوم كامل جالس معاكم يوم كامل اوكي مين معنا مين معنا مين معنا هدولي شباب هدولي الله يسعدكم جميعا وعادة تاج راسي الله يبيض وجهكم يسعدك يا حبيبي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مين بعد امطهدل الله يسعدك امطهدل يا تاج راسي معليش ما شفتها شكرا يا جماعه شكرا يعني بتغلى على نفسي والله الله يستر وليش انت بجوالك وانت تشوف 24 ساعة أعزائي المتابعين دقيقة هاي صورة سوكي 24 ساعة يوما كامل من الصملة أعزائي هاتوا الفلوس اللي عليكم يا جماعة يعني أنا طرف ثالث يعني باقي بنسمع زيادة We are the world الحمد لله قولوا ما شاء الله يا جماعة تعب اليوم يا عيال التعب قاعد يطفى قاعد ألقى محصولة الحين يا عيال صدقوني طار النوم طار النوم الله يسعدك